فانا بطلب من المريض اذهب للطبيب او المركز المتخصص في تاخر الانجاب. اعرف تشخيصك الاول ايه، ما تاخدش علاج عشوائي من غير ما اكون عامل التحاليل والفحوصات. لازم التشخيص يتعرف الاول ويليه العلاج. ما ينفعش ان انا انشط تبويض عشوائي لوحده بس مجرد انها متاخر حمل واكتشف بعد كده المشكله في الحيل المنوي عند الزوج. ده خطا مهني، مشكله فعلا بنقع فيها، خطا مهني، وخاصه لو زوج مخالف قبل كده. يعني لو زوج مخالف قبل كده لنفس السيده او من زواج سابق يقول لك واعمل تحليل ليه ما انا مخالف قبل كده، بقول طب انت مراتك مخالفه قبل كده برضه، تمام؟ او يقول لك ما انا كويس. هو في مزج كثيرا ما بين القدره الجنسيه والقدره على الانجاب وما همش علاقه. طبعا في بعض الاحيان بيبقى في اسباب مرضيه بتربطهم ببعض، ولكن مش قدره الراجل الجنسيه هي اللي تؤكد لي ان حيواناته المنويه او قدرته على الانجاب كويسه. ما عندوش الفكره يا دكتور ان انا حتى لو خلفت قبل كده يبقى في امراض مكتسبه، يعني انا ممكن اكون حاجه بتجد جديد بس السنه اللي جايه او اللي بعدها، خاصه لو هو مدخن، خاصه لو بياخد ادويه، خاصه التلوث البيئي اللي احنا بنتعرض ليه او طبيعه شغله مثلا ممكن تكون تعرض لحراره قويه كتير. طبعا من ضمن اللي بيسموه الاوكيوبيشنال هازرز، الحاجات اللي بيتعرضوا للحراره، بيتعرضوا لموجات الكتروميكانيكال ويفز الهاي فولتج العاليه. الحاجات دي بتأثر. احنا عارفين ان في عوامل طبعا حتى لو كان في نسبة النجاح اذا كانت 70، وده طبعا بيرجع طبعا لإرادة ربنا سبحانه وتعالى، بس في عوامل بتساعد ان هي تعلي نسب النجاح، منها خبرة الدكتور، منها المكان المميز.